في مسيرة صامتة شهدتها شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، خرج آلاف المتظاهرين الإسبان والمؤيدين لحركة الغاضبون في الذكرى الثانية من الاحتجاجات تعبيرا عن استيائهم من تفشي البطالة، وتعبيرا عن القدرة على تجاوز الأزمة. هتفوا بصوت واحد: نعم نستطيع. ويقول متظاهر: لا شيء تغير، مضت سنتان ونحن في الوضعية ذاتها، نطالب بحقوقنا ولكننا لا نحصل منها على شيء. ويقول آخر: أعتقد أن أي شخص تهمه مشاغل الناس دون مصالح أخرى يتعين عليه أن يكون هنا، لأننا نكافح من أجل العدالة. ورغم أن الحركة الاحتجاجية ظهرت في عهد الحكومة الاشتراكية، فإن المتظاهرين يواصلون الاحتجاج ضد سياسات حكومة المحافظين الحالية برئاسة ماريانو راخوي، معبرين عن رفضهم لإجراءات التقشف وفشل الحكومة في إنعاش اقتصاد يحتضر.